ايه ده؟ ازيك؟ 300,000 جنيه؟ الو الو، ازيك استاذ محمود؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا استاذ عمرو؟ انا بخير الحمد لله. استاذ محمود، انا في معايا دلوقتي ورقه اخلاء طرف لموظف اسمه عبد العزيز محمد في اداره الحسابات. المفروض الموظف ده عليه عهده ب 300,000 جنيه. فيعني انا مش فاهم ازاي يقدم اخلاء طرف وفي اصلا عهده بالمبلغ ده. فهستاذنك بس لو سمحت تجيب لي تقرير العهده دي مصروفه بقالها قد ايه، عشان المبلغ كبير جدا. تمام، هطبعه واجيبه لحضرتك حالا. تمام، انا في انتظار حضرتك. تمام، مع السلامه. مع السلامه. صباح الخير يا استاذ عمرو. صباح النور يا استاذ محمود، اتفضل. اتفضل التقرير اللي حضرتك طلبته. شكرا. ما لقيتكش في المكتب بتاعك، قلت اكيد موجود في الميتنج روم. يعني كان عندي اجتماع هنا من شويه ففضلت قاعد مكمل شغل. تمام. بص يا استاذ محمود، انا ظاهر عندي كده في التقرير ان هو المبلغ ده اتصرف على 3 دفعات وبقاله تقريبا اكتر من 6 شهور. فدي مشكله كبيره، ان ازاي اصلا مبلغ زي ده يتصرف على اكتر من مره وازاي يفضل موجود الفتره دي كلها. هي فعلا مده طويله جدا. يعني هي دي سببها مشكله متابعه، سواء من جانب عند حضرتك في الحسابات او من الجانب عندنا في الموارد البشريه. فانا كان في دماغي تصور كده ممكن نطبق بيه العمليه دي من على نظام اونكس اي اكس، بس هستنى استاذ احمد المدير المالي لما يرجع عشان اتكلم معاه في النقطه دي. تمام، بس تعالى اوريك معايا الفكره نفسها ممكن نطبقها. تمام. ازاي. اتفضل. اول حاجه هنعمل طلب صرف العهده للموظف من شاشه طلب عهده ماليه، ده هيكون من عندنا احنا في اداره الاجور والمرتبات، وبعد الموافقه عليها هيتم عمل منح للعهده دي، برضه هيكون من عندنا في الاجور والمرتبات، وبعد كده هيتم صرف العهده دي عن طريق عمل سند صرف، وده هيكون عند حضرتك انت في اداره الحسابات. سند الصرف ده بقدر اني اعمل فيه انزال لطلب العهده المعتمد او لمنح العهده المعتمد اللي عدى عندي انا اصلا الاول في اداره الاجور والمرتبات. وبعد ما الموظف بينتهي من الغرض بالعهده بتاعته بيتم تصفيتها من شاشه تصفيه العهده الماليه على حسب المبلغ اللي الموظف هيسوي فيه العهده، وهنا بيكون برضو قيد مالي باقفال العهده في الحساب المطلوب زي حساب المصروف مثلا، ومن نفس الشاشه ممكن نحدد لو هنعمل ارجاع للعهده. بس كده يا استاذ محمود، فدي الفكره اللي انا بفكر ان احنا نطبقها على نظام الاونكس اي اكس. جميل جدا. لما استاذ احمد المدير المالي ان شاء الله يرجع هنشوف معاه مين الموظفين اللي المفروض يتابعوا الموضوع ده، ولازم طبعا نحدد جزاء لاي موظف يتاخر عن تسويه العهده بتاعته. اكيد. وانا لما يجي استاذ احمد برضه هتكلم معاه في نقطه الصلاحيات للمستخدمين على النظام، ازاي نحدد لكل مستخدم الصلاحيه الخاصه بيه، عشان الموضوع ده مهم جدا. تمام. تمام. حضرتك بقى هتتصرف مع الموظف اللي عليه العهده دي، هتعمل معاه؟ تمام، انا هتعامل مع الموظف ده وان شاء الله هسوي العهده بتاعته. وشوف برضو المستندات اللي موجوده عنده عشان نخلص المشكله دي، عشان طبعا مش هينفع ان احنا نعمل له اخلاء طرف من غير ما يسوي العهده اللي معاه. ان شاء الله باذن الله، ربنا يسهل. شكرا لحضرتك. بعد اذنك. بعد اذنك يا استاذ.